في إطار مشروع التعليم والمواكبة عن بعد، مجموعة مدارس نخبة طيبة تكثف الجهود وتضع رهن إشارتكم جميع الوسائل الضرورية التي من شأنها أن تساهم في إنجاح هذه العملية الجديدة. كل الشكر والامتنان إذن للفريق التربوي والفريق الإداري، والشكر موصول كذلك لتلامذتنا الأعزاء وآبائهم المحترمين على تفهمهم، التزامهم وكذا مشاركتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم أعزائي يخص مكون التراكيب تحت عنوان المنادى، حيث سنتعرف في هذا الدرس على أدوات النداء، ثم على المنادى وحكمه، وكيف يمكننا أن نستعمله استعمالا صحيحا. نبدأ بنشاط ألاحظ وأكتشف. نلاحظ الجملة: يا فاطمة إلزمي بيتك. نلاحظ أن الجملة بدأت بحرف نداء، ثم اسم بعد أداة النداء منادى، ثم منادي يكون قبل أداة النداء وهو محذوف، غالبا ما يكون محذوفا. إذن هذا الأسلوب نسميه أسلوب النداء، وأسلوب النداء أعزائي يتكون من حرف نداء ثم منادى. إذن سؤال مطروح: ما هو المنادى؟ كتعريف للمنادى، هو الاسم الواقع بعد أداة نداء، وهو المخاطب للانتباه أو الإقبال على من يناديه. يعني المقصود أن ننادي شخصا من أجل الانتباه أو من أجل أن يقبل على الشخص الذي يناديه أو يلبي طلبا أو أمرا. هذا هو أسلوب النداء. السؤال المطروح: هل هناك أدوات أخرى للنداء؟ الجواب سنتعرف عليه من خلال نشاط أحلل وأناقش. إذن كما نلاحظ هنا أعزائي في هذه الأمثلة، هناك باللون الأحمر أدوات النداء، نلاحظ بأنها هناك أدوات غيرية مثل أي، يا، هيا، آ مع مد فوق الألف، وأيا. ومنها ما يستعمل لنداء القريب مثل آ يعني الهمزة وأي، ومنها ما يستعمل لنداء البعيد مثل هيا، آ وأيا، ومنها ما يستعمل للبعيد والقريب والمتوسط مثل يا. الآن نمر إلى الأسماء الموجودة أو الملونة باللون الأخضر، تلاحظون كلها أسماء، ونلاحظ هناك نوعين من المنادى. هذه الأسماء هي المنادى، لأن المنادى هو الاسم الواقع بعد أداة النداء. نلاحظ باللون الأحمر أدوات النداء، وباللون الأخضر أسماء تقع بعدها، يعني هي المنادى. إذن سنتعرف على أنواع المنادى من خلال هذه الأمثلة. نلاحظ بأن هناك مجموعتين، المجموعة الأولى تتضمن جملتين، والمجموعة الثانية تتضمن ثلاث جمل. نبدأ بملاحظة جمل المجموعة الأولى. نبدأ بالجملة الأولى: أي تلميذ انتبه، يا أحمد حافظ على صحتك. إذن لاحظوا أعزائي المنادى في هذه الجمل كيف جاء، يعني ما هي حركته؟ نعم، ما هو جوابكم؟ الحركة الإعرابية للمنادى في الجملتين الأولى والثانية ماذا نلاحظ؟ ما هي الحركة؟ نعم، إنها الضمة.
نعم، فنقول بأن المنادى جاء في الجملتين الأولى والثانية مبنيا على الضم. منادى مبني على الضم. لنتعرف السبب لماذا. لاحظوا في الجملة الأولى تلميذ، فماذا نقصد بكلمة تلميذ؟ هل نقصد بها شخصا معينا أم غير معين؟ تلاحظون أن كلمة تلميذ هي نكرة مقصودة، نقصد بها كل تلميذ. إذن عندما يكون المنادى نكرة مقصودة فيبنى على الضم. الجملة الثانية يا أحمد، نلاحظ هنا كلمة أحمد هي عبارة عن اسم علم مفرد، إذن أيضا يبنى على الضم. ننتقل إلى المجموعة الثانية ونلاحظ الجمل. هناك ثلاث أنواع من المنادى. لاحظوا أعزائي المنادى في الجملة الأولى متعلما، لدينا منادى منصوب راكبة وراكبا. إذن المنادى في المجموعة الثانية أعزائي جاء منصوبا، لماذا؟ الجواب سنتعرف عليه في نوع كل منادى من الجمل التالية. مثلا متعلما، نلاحظ المنادى هنا جاء نكرة غير مقصودة، مثل ليس كما في المثال الأول. تلاحظون في المثال الأول جاء نكرة مقصودة، نقصد بها كل تلميذ. أما في الجملة الثانية تلميذا متعلما، عفوا متعلما، فهو منادى نكرة غير مقصودة لأنه جاء منصوبا. مثلا يا راكبا، يا مهندسا، يا طبيبا. إذن كل منادى منصوب بالتنوين فهو نكرة غير مقصودة. واضح؟ ننتقل للمثال الثاني، أراكب الدراجة تمهل. لاحظوا أعزائي هنا المنادى جاء مضافا إلى اسم آخر، راكب دراجتي. لاحظوا الدراجة اسم مجرور يعني مضاف إليه. إذن هنا جاء المنادى مضافا، وكل منادى مضاف يجب طبعا فيه النصب. ننتقل إلى الجملة الثالثة، أيا راكبا الدراجة. لاحظوا هذه الجملة جيدا، تلاحظون نفس كلمات الجملة الأولى ولكنهما يختلفان في الحركة. ففي الجملة الأولى نجد المضاف إليه مجرورا، راكب دراجتي. أما في الجملة الثانية فنجده منصوبا، راكبا الدراجة. انتبهوا ففوق التاء هناك فتحة، جاء في الجملة الثانية منصوبا. إذن وتلاحظون راكبا هنا نكرة ليس معرفا بالإضافة. إذن فنقول أيا راكبا الدراجة. إذن هل جاء المنادى هنا مضافا؟ لا طبعا، لأن المضاف إليه لا يكون منصوبا بل هو مجرور. إذن هنا لاحظوا المضاف إليه جاء منصوبا. إذن فنقول بأن المنادى هنا شبيه بالمضاف، جاء شبيها بالمضاف. والفرق أعزائي بين المضاف والشبيه بالمضاف في الحركة الإعرابية للإسم الثاني بعد المنادى. أعيد، الفرق بين المضاف والشبيه بالمضاف في الحركة الإعرابية بعد المنادى. ففي المضاف حركة المضاف إليه هنا كسرة يعني مجروراً،
وفي الشبيه بالمضاف حركة المضاف إليه فتحة، يعني جاء منصوبا. إذن أعزائي نلخص أو نستنتج حكم المناذى من خلال المجموعتين. نلاحظ بأنه جاء أو ينقسم إلى قسمين. كما سنلاحظ في الاستنتاج، فمن أدوات النداء كما سبق وأن رأينا يا، أيا، أي، هيا، وأ. لاحظوا هنا بالنسبة للمنادى قلنا يأتي إما منصوبا أو مبني على الضم. منصوبا في ثلاث حالات، إما أن يكون نكرة غير مقصودة مثل يا متعلما، يا رجلا، يا تلميذا، أو مضافا إلى كلمة أخرى أو إلى اسم آخر مجرور مثل يا حاملة محفظتي، يا راكبة دراجتي. أو أن يأتي أعزائي شبيها بالمضاف، وسبق وأن ميزنا بين المضاف والشبيه بالمضاف، كأن يكون المضاف إليه هنا مفتوحا مثل راكبا دراجة، أو أحاملا المحفظة، يعني لا علاقة لهما بالمضاف إليه. أما النوع الثاني من المنادى أعزائي فيكون مبنيا على الضم في حالتين. إذا جاء علما مفردا أي اسم علم مثل يا أحمد، يا محمد، يا خالد، يا علي، يا فاطمة، أو أن يكون نكرة مقصودة مثل يا متعلم، يا طبيب، يا رجل، يا متعلمون إذا كان جمعا، يا متعلمان، يعني يبنى على الضم إذا كان مفردا، ويبنى على الألف إذا كان مثنى مثل يا متعلمان، يا راكبان، يا مهندسان، ويبنى على الواو إذا كان جمع مذكر سالم، يا متعلمون، يا كاتبون. إذا الآن ننتقل إلى التطبيق بعد أن استنتجنا قاعدة المنادى وحكمه. نمر إلى التمرين التطبيقي. سطر تحت المنادى في الجمل التالية وبين نوعه. سأقرأ لكم الكلمات مشكولة. يا خالد أقبل، أي حامل المسك تمهل، هيا متعلم انتبه. هنا أعزائي توقفون الشريط وتقومون بإنجاز هذا التطبيق، بعد ذلك تتممون الإنصات إلى الشريط وتصححون. كما تلاحظون هنا أعزائي تصحيح النشاط التطبيقي. سطر تحت المنادى في الجمل التالية وبين نوعه. يا خالد أقبل. نلاحظ بأن المنادى هنا جاء علما مفرد. وفي الجملة الثانية أي حامل المسك تمهل، فالمنادى هنا هو حاملة ونوعه جاء مضافا. لماذا؟ لأن المسك جاءت هنا مجرورة فنقول منادى مضاف. أما الجملة الثالثة هيا متعلم انتبه، فالمنادى هنا متعلم جاء مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة. هكذا أعزائي نكون قد أنهينا حصة هذا اليوم. أتمنى أن تعيدوا الشريط عدة مرات لكي تثبتوا هذه الظاهرة التركيبية، كما أتمنى أن تقوموا بإنجاز أنشطة متنوعة حول هذا الدرس. وإلى لقاء آخر بحول الله.